سؤال أميرة، أنت مدافعة عن حقوق المرأة، تسلطين الضوء بكتاباتك بجرأة على واقع المرأة السعودية وقضاياها، وتطالبين أن تتبوأ المكان الذي تستحق. قلت إن رقا يمارس على المرأة السعودية، هل هذا الوصف دقيق؟ هذا أقل الاعتبار. أنا أقول أن المرأة السعودية والمرأة عامة في العالم العربي يمارس عليها ضغوطا لم تمارس عليها حتى في عهود الجاهلية وما قبل الجاهلية. من يمارس هذه الضغوط سمو الأميرة؟ المجتمع الذي ورث القبلية ولم يرث العادات الإسلامية. العادات الإسلامية نحن نعرفها دائما ونرجع إلى القرآن في معرفة حقوقنا كمسلمين كإناث وذكور. وما يمارس في الواقع في مجتمعاتنا العربية هي تراث قبلي وليس تراث إسلامي. الحلال بين والحرام بين، والعقوبة متساوية بين النساء والرجال. أما ما نراه الآن، العقوبة تصب دائما على المرأة ويمارس العنف ضد المرأة، وبالتالي يصبح المجتمع مجتمع معنف، لأن المرأة التي تعنف هي التي تربي الأطفال وتربي الرجال وتربي النساء. فماذا ستكون الحصيلة لهذه الأجيال القادمة إن كانت تربيها امرأة معنفة مستعبدة بواسطة قوانين لا توجد أصلا في شريعتنا الإسلامية؟ لكن سمو الأميرة، هل من الصحيح توجيه كل هذا الوصف حق المرأة؟ لم تحقق المرأة السعودية مكتسبات مميزات كثيرة في عهد الملك عبد الله؟ تبوأت أماكن بارزة، منها الطبيبة دكتور خولة، نور الفايز، أكاديميات، إعلاميات، حضرتك أيضا. يعني كأن هناك مبالغة بأن يوصف هذا الوضع الخاص بالمرأة السعودية بهذه الطريقة. نحن نتكلم على 1% من النساء في المملكة العربية السعودية، وهل من الحق وهل من الإنصاف أن نتكلم على 1% من 99% من المجتمع الأنثوي؟ أنا قد ذكرت في مقالات عدة سابقة أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أحبه من قلبي وسميته في عدة من مقالاتي بأسد الجزيرة العربية، قد نقل المرأة نقلة نوعية بظرف 5 سنوات ما لم يفعله المجتمع السعودي بظرف 50 سنة. إذن هناك تطور. نعم، بس هذا التطور ينحصر في فئة معينة التي تظهر في الإعلام، النخبوية. أما باقي المجتمع الأنثوي الذي يمارس عليها القوانين الموجودة في مجتمعنا ككل، هذا الذي أنا أتكلم عنه. أتكلم عن المرأة المواطنة التي لا تملك اسم بسمة بنت سعود بن عبد العزيز. أتكلم عن المرأة التي لا تحمل اسم الدكتورة خولة. أتكلم عن المرأة التي لا تحمل أسامي عديدة في مجتمعنا وتظهر في الإعلام، ونحن مجتمع نخبوي، ونحن أعطينا هذه الفرصة لأنه نحن تربينا في أسر منعمة. أما الباقي من النساء لم يحظوا بهذه الفرص. أول جهة المفروض أن تكون الرائدة في أن تغير هذا المفهوم هي وزارة العدل. عندما تنزل القوانين أو تصدر القوانين من مجلس الوزراء، فهذا معناه أن يوجد مشاكل، وهذه القوانين هي عبارة عن حل هذه المشاكل. عندما تصل إلى وزارة العدل نرى أنها تتوقف هنالك، ثم لا تتفعل فيما بعد إلا إعلاميا. والأسباب سألت عنها فقالوا لي البيروقراطية، فسألت من مسؤول عن البيروقراطية، فقالوا لي الثقافة العربية، فسألت من مسؤول عن الثقافة العربية، فقالوا لي الإنسان العربي. هل نحن مسؤولون عن وضع ثقافتنا؟
وإن كنا مسؤولون عن وضع ثقافتنا، أيننا من أن نتقدم ونقول يجب أن نغير ثقافة الإنسان؟ هذا فيما يتعلق بوزارة. تأسست هذه الهيئة على عهد والدي رحمه الله الملك سعود بن عبد العزيز، وكان سبب تأسيسها وأهدافها هي نفسها التي أسسها الخليفة عمر بن الخطاب عليه السلام. فقد أسس لجنة الحسبة، وكانت بمهمتها أن تنهي عن المنكر وتأمر بالمعروف. المفهوم هنا تغير، ما هو النهي عن المنكر وما هو الأمر بالمعروف؟ على وقت الخليفة كانوا ينزلون إلى الأسواق ويراقبون التجار ويراقبون الأسعار ويراقبون الرشاوي ويراقبون الفساد الإداري. هذه كانت مهمتهم. وما تقوم به الهيئة الآن؟ نعم، وعندما أسسها الوالد رحمه الله فكانت هذه هي أهدافه، هي الرقابة على المجتمع المدني من حيث الرقابة التي هي تمكن المواطن أن يعيش عيشة كريمة محترمة من غير فساد وإفساد ورشاوي. تحولت هذه بقدرة قادر إلى ضغط اجتماعي هدفه الأول المرأة السعودية، فانشغلوا في وجهها وقفازيها والاختلاط، وانشغلوا في أمور أدت إلى عواقب وخيمة نراها الآن في مجتمعنا، بحيث نحن أصبحنا مجتمع يخاف. يعني سمو الأميرة، يعني أنا أفهم من كلامك، أعذريني، أنك مع أي اتجاه يقوم بإلغاء هذه الهيئة؟ أنا مع إصلاح طريق هذه الهيئة، إصلاح أهدافها وتوجيهها إلى الوزارات العدلية والاجتماعية، كل الوزارات التنفيذية، لتمارس عملها التي أسست له. لكن يبدو هناك قبول بهذه الهيئة. هذه الهيئة مدعومة من جهات رسمية، وهناك كما نعلم هناك اتفاق تاريخي بين أسرة آل سعود والمؤسسة الدينية. نعم، هذا من بداية التوحيد، وهذا الاتحاد وهذا هدفه هو صلاح المجتمع وليس خرابه، ولكن ما نراه الآن هو دمار للمجتمع. أنا شخصيا أؤمن أن هذه الهيئة إن أرادت أن تكون هيئة ذات مفعولية، التصحيح صعب في هذه الهيئة لأنها مبنية على أساسات أصبحت مغلوطة تماما لتعاليم الإسلامية. أما إلغائها واستحداث هيئة جديدة مدروسة بعناية أهدافها ومنسوبيها وتخصصاتها، فقد أنا نصحت في مقالي، ونصحتي أيضا، نعم نصحت في مقالي، أن تكون الهيئة منسوبيها خريجين جامعات مختصين اجتماعيين ونفسيين، بالإضافة إلى التعاليم الدينية التي المفروض أن يكون ملم بها الشيخ أو إحدى أفراد الهيئة ليؤدي دوره بدقة. وقد نصحت أن لا أتكلم عن هذه الأمور حتى لا أدخل في متاهات كثيرة
لا أعرفها أو أن أكون ملمة بها مثل السلطات التي أوجدتها. نعم. هذه الثورات ما هي إلا نتيجة الضغوطات التي مورست على هذه الشعوب لمدة لنقول 200 سنة أو ما منذ بداية الحرب العالمية الأولى. نعم. لتصبح الآن قوة لا تعرف إلا كلمة الحرية. هل السعودية المملكة محصنة ضد أي رياح تغيير تهب؟ ليس أحد محصن تجاه الرياح الموسمية التي الجغرافية التي تجتاح أمتنا العربية. ومن يقول أننا محصنون فهم مخطئون. الجميع معرض والجميع يجب عليه الانتباه ويجب عليه إدراك أن يجب أن نفتح طاولة الحوار الوطني ولا ننتظر أن تصير التحديات كبيرة، فلنمنح الحريات قبل أن تصبح تحديات.